هل المسلمون يدخلون النار ثم يخرجون منها بعد أن يتطهروا من ذنوبهم؟ تابعوا معنا. المسلمون العصاة أو المسلمون المذنبون يدخلون جهنم بذنوبهم، ثم يخرج الله تعالى من مات على التوحيد ومن كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. فعلينا بالمبادرة إلى التوبة والإحسان، فمن مات مؤمنا بالله وموحدا له يدخل الجنة، ومن مات وهو مشرك بالله دخل النار. ودليل ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالله تعالى يغفر جميع الذنوب مهما عظمت إلا أن يشرك به. وهذا ما جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. فالأمر يوم القيامة لله تعالى، فمن مات على التوحيد دخل الجنة، ومن عصى الله بنفاق وارتكاب محرم ومات على التوحيد فلا يخلد في جهنم، فإنما يخرجه الله تعالى من النار بتوحيده بعدما يعذب بذنبه، وإما أن يكرمه الله تعالى بدخول الجنة ويصفح عنه. والله تعالى أعلم بعد كل شيء.